تعليم محطتنا التالية رح نترافق فيها مع أنشطة هيئة التميز والإبداع يلي عم تستمر بمشاريعها العلمية والثقافية لاكتشاف طاقات التميز عند جيل الشباب. واليوم في البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية، تفاصيل أوفى خلينا نروح ونتابعها بهاي المادة التالية. تستمر هيئة التميز والإبداع في مشاريعها العلمية والثقافية لاكتشاف طاقات التميز لدى جيل الشباب، واليوم تأتي البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية التي تقيمها هيئة التميز والإبداع والأمانة السورية للتنمية على مستوى المدارس بمشاركة 438 طالب وطالبة مثلوا 146 فريق من 10 محافظات. الجانب العلمي هو شيء مهم بحياة أي طالب، بس كمان في الجانب الثقافي اللي نحن عم نشتغل عليه هو كمان مهم لحتى أي شخص يقدر يكمل، مو ضروري ياخذ بكالوريا أو مو ضروري هو ياخذ جامعة، ولكن الحياة الاجتماعية خلينا نقول هي شيء مهم جدا. بالنهاية نحن عم نختار الجمل اللي هي كتير مناسبة لعمرهم، بنفس الوقت هي شوي عم تكون يعني فيها جانب من القوة، لحتى بالنهاية نحن عم ندربهم لهدول الطلاب لحتى يكون في عندهم قوة بالوقت اللي نحن بس نطلع على سريلانكا بتموز نقدر نحن نكون عنا قوة كافية. اللي شايفينه اليوم هي عبارة عن بطولة وطنية بدأت على مستوى سوريا، تصفيات المدارس ومن ثم المناطق ومن ثم المدارس ومن ثم المحافظات. الفريق الأول في كل محافظة تأهل لهون، 10 فرق توزعوا لمجموعتين عم يتباروا بين بعض على مدى 6 أيام، والختام رح يكون تتويج الفريق الفائز بالمركز الأول ومن ثم انتقاء الفريق الذي سيمثل سوريا في الأولمبياد العالمي للمناظرات في سريلانكا، وهي نقطة كتير مهمة لأول مرة سوريا راح تقدم على المشاركة بها الأولمبياد العالمي. مشروع فكري شبابي جديد في خطوة تنفيذية يتم من خلالها استثمار خبرات وكفاءات الأمانة السورية للتنمية في التأهيل والتدريب والتنظيم والتحكيم والنجاح بالتنفيذ المحلي ليعطي حافز المشاركة في المسابقات العالمية. أول شيء اسمه جمل جدلية، بتنطرح عدة جمل جدلية من قبل اللجنة الوطنية ومن قبل المدربين حتى من قبل المتدربين، أي حدا عنده فكرة جدلية بنحاول نحولها لجملة جدلية يلعبوا عليها، بعدين بنشوف الأنسب نحن لعمرهم وللمجتمع وبشكل عام قديش هاي الجملة هي كثير جدلية ورح تعطي تأثير كثير إيجابي للفريقين، بحال ما يكون فريق إحدى الفرق حاسين هاي الجملة ما رح تفيدهم فنحن على هذا الأساس بنختار. هدول 5 هنا كثير مؤهلين، كثير مشغول عليهم لشهور على مهاراتهم وحتى على لغتهم، اختبارات لغة إنجليزية، مهارات عرض وإلقاء وتواصل وخطابة وإعداد ملفات بحث علمي، كل هاي القصص حتى العمل ضمن فريق اشتغلنا عليه، فبالتالي هنا مؤهلين تباعا وعم راح البطولة كلياتها لحتى وصلوا لهذا المكان. بده يتم تصفيتهم كمان ل 16 طالب بعد ال 50 يومين زايدين بالمعسكر، وبعد 16 رح يصفي معنا 5 طلاب مع مدرب يمثلوا سوريا بسريلانكا. كون الأجواء كتير نار يعني وكتير في حماس. هلأ جوا غرفة المناظرة عم يكون أكيد في منافسة كبيرة، بس برا لا، الأجواء كتير عم نتعرف على بعض، لهجات مختلفة وهيك. بالنسبة لتحضير الملفات فنحن سلمنا واشتغلنا وكل شيء خاص، واثقين من شغلنا، وهلأ باقي بس فترة التقديم وواثقين إن شاء الله من حالنا. يذكر أن المنافسات تقام على 3 مراحل، ويشارك في التصفيات 10 فرق تمثل محافظة دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، درعا، السويداء، وحمص وحماة، طرطوس، واللاذقية، وحلب. ليا بعد ما تابعنا هذا التقرير أكيد رح نروح لك زين لنتعرف أكثر على التفاصيل. يمكن شفنا حماس كتير من المجموعات الطلابية، شفنا موضوع جديد اللي هو المناظرات، بالعادة بيكون شيء علمي ولكن هلأ اتجهنا لاتجاه آخر اللي هو المناظرات اللي بتعتمد على موضوع معين ليناقشوا فيه الطلاب. شفنا طلاب صغار عم بتناقش الاستقلالية، عم تناقش الأهلية، قديش مهم أنه يكون عنا هدول الكوادر ليمثلوا سوريا برا. طبعاً نحن متعودين على الإبداع. تفضلي. أول شيء صباح الخير. صباح يا هلا. هلأ بالنسبة للمناظرة فهو كان كثير شيء مهم أنه نحن نبلش بنشر هاي الثقافة،
لأن الطلاب عم ياخذوا مهارات فعلا هن كثير بحاجتها بحياتهم العملية. هن عم ياخذوا مهارات، أول شيء عم يكون في عندهم ثقة بحالهم كثير كبيرة، مهارات التواصل، مهارات الخطابة مثل ما شفنا قبل شوي، عم يقدروا يوصلوا أفكارهم، عم يقدروا يتقبلوا الرأي الآخر، عم يقدروا يناقشوا. فكل هاي المهارات اللي هن صارت عندهم كثير مهمة بالنسبة للعالمي. فالصراحة كثير مشاركتنا مهمة بما أنه هي المرة الأولى اللي حنكون نحن عم نشارك فيها. فكتير شيء حلو أنه فريق من سوريا وبهي الثقافة اللي ما كثير منتشرة لسه عنا أنه يطلع ويمثل سوريا بهذا الموضوع. نعم. فنتمنى لهم توفيق. زين كويتر، حضرتك من المنظمين بالمناظرات، خلينا هيك نغوص بتفاصيل الكواليس يلي موجودة يمكن ضمن الأجواء من واحد الشهر وأنتوا ضمن معسكر تدريبي مع الطلاب، والعلم يمكن هو الهم الأكبر والهاجس الأكبر. خلينا نحكي هيك عن الأجواء، كيف عم تمضوا وقتكم، قديش ساعات المناظرات عم تكون؟ هلأ المعسكر نحن بدينا فيه من واحد الشهر، عم يكون في عنا لعبتين أربع ألعاب مناظرة باليوم، لعبتين مع بعض الصبح ولعبتين مع بعض المساء، لأنه نحن بنظام نقاط، فيعني نحن مو الشخص اللي بيخسر أنه هو فوراً حيطلع، فهنا النقاط بآخر فترة المعسكر أو قبل اللعبة النهائية حنشوف مين أكثر فريقين كان عندهم مجموع نقاط ليتأهلوا للعبة النهائية. حلو. الأجواء صراحة عم تكون في كتير تنافس. في تعب صار بما انه يعني اليوم خامس يوم. أيه. في تعب. ايه جدا. أيه. يعني فيك تشوفي الفرق، بس الصراحه الحماس صار اكبر بكثير، يعني الكل كثير متحمس على الموضوع، الكل كثير عم يحاول جهده اكثر، حتى المناظرين نحن شفنا فرق بادائهم من اول يوم لهلا. حلو. يعني حتى هلا ادائهم عم يصير احسن. في تعب بس الصراحة الروح عم تصير كتير أكيد. أحلى. يعني زين خلال المناظرات يمكن عم نشوف الطلاب عم يستفيدوا من بعض، يعني عم ياخدوا طبعاً. أفكار بعض. شفنا مثل ما قلتي حماس، منافسة بينات بعض، عم تطلع على الطالب أو الطاقم يطلعوا على ستيج عم يحكوا هيك كل شيء عندهم، فعم يصير هيك حدا عم يحكي شيء والتاني عم يحكي شيء، فعم ياخدوا من بعض. قديش عم تزداد هيدي الروح، قديش عم يصير في تفاعل بين بعض حتى في ألفة بصير. هلأ الصراحة كتير مهم أنه هنن عم ياخدوا المناظرة مو بس بالمكان اللي تدربوا فيه اللي هو محافظتهم، عم يشوفوها بكل سوريا هي كيف، يعني هي شيء واحد. عم يستفيدوا من بعض كتير لأنه الكل عم يحضر ألعاب بعض. نفس الوقت بس تخلص الألعاب ويخلص الجولة كتير هيك صعب وتوتر جوا، بس يطلعوا لبرا عم يكونوا كل الوقت مع بعض، عن جد عم يشكلوا صداقات كل شيء لحال. برا عم يكون الجو كثير حلو، عن جد الصداقات اللي عم يشكلوها لك هي تجربه، هن عن جد عم يعيشوا هي التجربه بغض النظر عن الفوز او الخساره، هي تجربه كثير حلوه تنعاش عم يعيشوها. صح. زين استثمار القدرات الفكريه والعلميه لدى الطلاب قديش حاله هي مهمه، وحاله مهمه انها هي تنتقل ايضا الى الخارج، خاصة يمكن انه بيقولوا انت من سوريا، طب انه انتم ما عندكم حرب، انه ايه عندنا حرب بس نحن عندنا قدرات كثير مهمه. خلينا نحكي عن هي النقطه قديش مهمه ورعايه الفكر العلمي الصحيح. هلا عشان هذا الشيء نحن عندنا قدرات كثير رهيبه. صحيح. صراحه شويه توجيه شويه دعم، يعني بالامانه السوريه للتنميه والاولمبياد العلمي كثير اشتغلوا على هذا الموضوع، تخيل حيطلع معنا شيء كثير حلو لانه القدرات اللي عندنا كثير هائله، يعني هن حابين يطلعوا ويوصلوا، هن اكثر شيء حابين يمكن هالتنافس ليوصلوا ليمثلوا اسم سوريا ويوضحوا انه نحن عالم عن جد عم نشتغل على حالنا ونحن عندنا قدرات ونحن بدنا نغير، فهذا احلى شيء. صحيح. زين 10 محافظات مشاركه وهذا الشيء يعني شيء كثير منيح، انه من عده محافظات شفنا طلاب جايين متحمسين ليفوتوا مثل ما قلتي انت تجربه جديده ويخوضوها ليوصلوا لهدف معين. دائما من اي فكره او اي مشروع في هدف معين لتوصلوا له. طبعا كان في مشاركه بالمشروع مع هيئه التميز والابداع، كيف كمان كان التفاعل، كيف كان هالتشبيك بين بعض؟ هلا كان في كثير امور نحن بتشارك مع هيئه التميز والابداع عم نتفق عليها، كان في الصراحه تعاون كثير كبير لقدرنا نطلع بهذا المشروع. تمام. لانه يعني بتعرفي كل حدا كان في له دور كثير مهم لازم يلعبه لنوصل لهالنقطه اللي هلا وصلنا لها، و كل حدا كان له جزء ودور، يعني كل حدا له كان دور. طبعاً. من المنظمين للاساتذه وللطلاب. تماما. كل حدا للمدربين للطلاب حتى لهم اكبر دور. زين خلينا هيك نحكي
هيك عن قصص مهضومة بتصير بالمناظرات، يعني إذا حدا مثلا نمل أو تعب أو شيء، كيف يمكن أنتو كيف بتجوا لعنده بتقووه أو هيك بتخلوه بتعطوه دافع أو باور لحتى يكفي؟ بقلب المعسكر عم نحكي، بقلب المعسكر كتير أشياء. نحن كل يوم عم نعمل لهم نشاطات، عم نعمل لهم ألعاب خصوصا لشوي هيك يغيروا شكل وهيك. مثلا امبارح عملنا لهم مثل سكتش كمان عن المناظره بس بطريقه هيك شوي مضحكه، كانت كثير ظريفه. عم نعمل لهم العاب كثير حلوه، مثلا مثل لعبه الانتاج، اليوم في لعبه الجريمه. هلا هي العاب صغيره بس كثير فيها فكره وراها وبتفضي طاقه كثير. تماما. يمكن ضمن هذا المعسكر بده يكون عاشوا مع بعض، يعني لو وصلوا للنهائيات بدهم يتذكروا هيدي الايام يلي عاشوها مع بعض، بدهم يتذكروا القصص هيك التفاصيل ايضا مثل ما قلتي، الالعاب يلي انتم عم تشاركون فيها، المناظرات. خلينا نحكي عن اتجاه المناظرات، هيدي الفكره وهذا المشروع منين اجى؟ يعني كيف حبيتوا انه يكونوا الطلاب ينفتحوا على العالم الآخر؟ لأنه بالنهاية أي شيء بخص المناظرة هو نقاش، بيكون هو تبادل آراء وتبادل أفكار، غير الشيء العلمي اللي هو معروف شيء علمي بحت، لأنه كل إنسان بالدنيا له وجهة نظر، فكل حدا بيعبر عن حاله، بيعبر عن رأيه، بيعبر عن بيئته. قديش هيك كان المشروع هيك فكرة لتقدم للأمام، ومنين إجت فكرة المشروع؟ هلا الصراحة إجت فكرة المشروع من الحاجة اللي نحن شفناها عند الطلاب، بما أنه المناظرة هي بتخليهم يقدروا يتقبلوا آراء الآخرين، بتخليهم يقدروا يسمعوا قبل ما يناقشوا بالطريقة الصح، يرتبوا أفكارهم، يبحثوا عن المعلومات. نعم. فالصراحة الحاجة هي اللي خلتنا نبلش بهذا المشروع، ولهلأ الشيء اللي شفناه والتغيير اللي عم نشوفه الصراحة هو يعني أثر كثير مهم. أكيد. وأكثر شيء بتشوفيه عند الطلاب هن من طريقة حكيهم عن المناظرة وشغفهم اللي صار كان معنا الأعمار كثير كبيرة، هو كثير شيء حلو أنه حدا بهذا العمر هو قادر يوقف على ستيج ويحكي بالطريقة اللي هن عم يحكوا فيها ويعبر عن آراء وقضايا كثير كبيرة. وعن جد فعليا كل الفرق اللي شاركوا معنا نحن كثير فخورين فيهم على الشيء اللي عملوه. اكيد بدنا نوجه لهم تحيه كثير كبيره. هلا بعد في 6 و7 هو اليوم الاخير، يعني باقي يومين، كيفك المعنويات؟ وباليوم السابع شو رح يصير لليوم 8 اذار؟ هلا باليوم السابع حيكون الحفل الختامي. المعنويات منيحه، شوي في توتر اكثر. هلا بلشنا نعرف هيك شوي مراتب او لا؟ صراحة عن جد صعب لأنه النقاط كتير قريبة عم تكون، ولعبة عن لعبة عم تفرق كل شيء. أوكي. فالوضع كتير هيك دقيق هون بهالمرحلة. ب7 شهر حيكون في عنا اللعبة النهائية يلي حيفوز فيها فريق واحد، حيكونوا بس فريقين. وبعدها نحن باليومين اللي بعد حنكون عم نعمل اختبارات معينة ضمن معايير محددة لنختار الفريق اللي حيطلع بالعالمي بسريلانكا. ناطرين ان شاء الله كل خير يا رب. هيك نحن بنفتخر ايضا بطلابنا، بنفتخر فيكم انتم ككادر عم تتعبوا معه لتوصلوا لنتيجه معينه، ودائما هالهدف نبيل وسامي. خلينا ايضا نحكي شو في بعد البطوله، يعني بعد البطوله شو الشغلات، شو الخطوات القادمه؟ هلا للعالمي او بشكل للعالمي؟ اكيد هلا للعالمي اكيد حيتم في معسكر ثاني تحضير للعالمي، اكيد حيكون عم ينشغل فيه على اللغه اكثر، حيكون عم ينشغل فيه على مهارات مره ثانيه، مع انه هن ما شاء الله مهاراتهم صارت كثير منيحه. صح، وبدون لغه انجليزيه قويه لانه العالمي حيكون باللغه الانجليزيه، بس اكثر شيء حيكون تدريب على مثل الجمل المأخوذه من العالمي. حنشرح لهم عن العالمي اكثر، حنقول لهم شو هن القوانين اللي مطلوبه هنيك، شو حيصير هنيك تماما، كيف حتكون الالعاب برنامج مثلا. نعم. زين، نحن كثير هيك مبسوطين بهي الخطوه المميزه والمناظرات، بدنا نتمنى التوفيق اكيد، ونحن رح نتابعكم خطوه بخطوه لحتى نعرف مين رح يتاهل للعالميه. بدنا نتمنى التوفيق، واللي ما تاهل اكيد في معسكرات قادمه رح تاهلوا، اكيد في امل. صح؟ اكيد. صح. شكرا لجهودكم، وشكرا للتنظيم دعم المواهب الفكرية الصحيحة والعلمية السورية الصحيحة للشباب. شكرا. أكيد. يا زين كويدر، شكرا لك، نتمنى لك كل التوفيق أكيد لك ولكل الكادر. شكرا للجهود اللي عم تبذلوها لنحقق شيء لبلدنا الغالي سوريا. شكرا كثير.